وطبعا من بين ربما وسائل الإعلام العالمية والمصادر العالمية التي بدأت تنشر بعض التفاصيل، هنا لدينا وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين إيرانيين، تنقل عن أن هناك ربما نوعا ما من التفاؤل في إيران حاليا، لكن مع ذلك ربما هناك ما زالت معلومات واردة من موقع الحدث مثيرة للقلق. هذا طبعا ما قالته رويترز نقلا عن مسؤولين أو عن مسؤول إيراني بالتحديد. نشير أيضا إلى ما يرد عن وكالة تسنيم الإيرانية، هناك تذكير بأن الظروف الجوية الصعبة حولت عمليات البحث من الجو إلى السير على الأقدام، هذا مثل ما قالت إدارة الطوارئ الإيرانية. إذن الهلال الأحمر الإيراني أيضا نذكر بأنه قال أنه لم يتم العثور على أي أثر لمروحية الرئيس حتى الآن، ووكالة فارس أيضا نذكر بأنها تطلب من الإيرانيين في هذه الأثناء الدعاء من أجل الرئيس الإيراني، وذلك بعد حادث الطائرة. طبعا كنا أشرنا إلى ما نشرته وكالة رويترز، أيضا وكالة رويترز نشرت عن نفس المسؤول الإيراني الذي تحدثنا عليه منذ قليل، قالت إن حياة الرئيس وحياة وزير الخارجية في خطر الآن بعد حادث المروحية، هذا في آخر التفاصيل التي ذكرتها رويترز منذ قليل. إذن نواصل النقاش ونواصل ربما المتابعة في هذه التغطية من المشهد، ونرحب الآن بضيفنا مباشرة من لندن، نرحب بالسيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشؤون الإيرانية، أهلا بك معنا في المشهد في هذه التغطية. إذن ربما بناء على المعلومات الواردة إلى الآن، هل يمكن أن نقول أن هناك حالة ارتباك ربما في إيران حاليا، وربما عدم تأكد كيف سيتم التعامل مع ما يحدث؟ تحياتي لكل متابعيكم الكرام. أعتقد من خلال الاستماع على تصريحات وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي يؤكد ما تفضلت به، فعلا هنالك ارتباك كبير، بدأت هنالك بعض الاجتماعات الطائرية لدى الوزراء لبحث ومناقشة هذا الموضوع، فعلا هنالك اضطراب داخلي وتصريحات بأنه الطائرة هبطت بشكل اضطراري. هذا الخبر هو أيضا يأتي في إطار التحليل وليس المعلومة، لأنهم حتى الآن لا يعرفون محل سقوط الطائرة وما كيف هم حصلوا على هذه المعلومة بأنه الطائرة حصل. كل ما يمتلكون بأنه طائرة الرئيس فقدت، وهذه المعلومة من خلال الطائرتين التي كانت ترافق طائرة الرئيس فقط، أعطوا معلومة بأنه طائرة الرئيس فقدت، ولكن أعتقد أنه أن حصل عمل أو عطل فني، إن كان هذا العطل تم يعني بشكل متعمد، لأن نعرف طائرة الرئيس قدمت من منطقة توجد فيها مقرات وأيضا معسكرات إسرائيلية وأيضا حتى مقر للطائرات المسيرة الإسرائيلية هنالك على الحدود الإيرانية الأذربيجانية، هنالك قواعد لإسرائيل، وقد يكون إما استهداف هذه الطائرة، لأن من بين الطائرات الثلاثة تم استهداف طائرة الرئيس بشكل دقيق، يعني ربما عذرا على المقاطعة تعتبر أنا من يذهب ربما بهذه التحليلات وربما يختار هذه القراءات منذ هذه اللحظة، الموضوع يمكن أن يحتمل الصواب هنا، يعني ليست هناك مبالغة عندما نقول أن يمكن أن تكون هذه العملية عملية إسرائيلية يعني. نعم هذا وارد جدا، لأن طائرة الرئيس إذا كان فيها عطل فني أو حتى إذا كان فيها خلل معمد من الداخل الإيراني عادة يحدث هذا الأمر في الذهاب وليس في العودة. نعرف بأنه فعلا هنالك اختلافات شديدة في الداخل الإيراني، وهنالك عدم رضا من الرئيس الإيراني حتى من قبل المتشددين في النظام، ويعتبر أسوأ رئيس حكم البلاد، وهنالك تذمر كبير من داخل السلطة وليس من فقط الشعب. يعني ترجح إمكانية تدخل ربما أطراف داخلية تعاونت في هذه المسألة؟
لا ليس هذا، انا قصدي انه اذا كانت هذه الاطراف تستخدم، ان كان في رحله الرئيس حدث هذا الامر، لكن الامر حدث في عودته، وهذا يؤكد او يبرهن لنا روايه ان اما يتم تم استهداف طائره الرئيس، لان تم انتخابها بدقه من بين الطائرات الثلاثه من خلال مسيرة أو من خلال هنالك إيجاد عطل فني في طائرة الرئيس قبل إقلاعها من محل اللقاء بين الرئيسين، وفي طريق عودته حصل هذا الأمر. ولكن رواية الاستهداف، بتصور أن رواية الاستهداف هي أكثر دقة إذا ما بالفعل أن الرئيس طائرة الرئيس الإيراني سقطت، ولكن بالطبع إيران فعلا هذا الأمر، حتى وإن كان فعلا هذا الأمر حدث، أعتقد أن إيران تتريث بشكل كبير في الإعلان عن هذا الخبر. نعم سيد وجنر عبد الرحمن، سأعود إليك بعد اللحظات، اسمح لي بالإشارة هنا إلى آخر المستجدات والتفاصيل التي تصدر في هذه الأثناء. إذن شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تقول أنه حاليا يعقد في مطار تبريز اجتماع للبحث عن المروحية المنكوبة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحسب إعلام إيراني أيضا فرق الإنقاذ تعمل على الوصول لآخر موقع تم إرساله عبر الأقمار الاصطناعية لطائرة الرئيس الإيراني رئيسي. هنا أعود إليك من جديد سيد وجدان عبد الرحمن، لربما نواصل القراءة في الفرضيات ربما ونظر في ما يصدر في هذه الأثناء. ربما أطرح عليك سؤال من جديد فيما يتعلق بالفريق المرافق للرئيس هنا والذي نظم هذه الرحلة وهذا التنقل، أليس من المفترض أنهم ربما يعرفون مدى دقة المكان الذي يذهبون إليه؟ يعني هل تعتقد أن هناك خلل ربما أو عدم كفاءة في هذا الفريق المحيط بالرئيس؟ لا أعتقد ذلك، لأن الطائرات ذهبت وعادت معا في هذه الرحلة، لكن ما يزيد الشكوك من الطائرتين اللتان كانت ترافق الرئيس وصلتا إلى وجهتها، وحتى لم تستطع هذه الطائرتين أن تحدد مكان فقدان طائرة الرئيس الإيراني، وهذا ما يزيد الشكوك إن كان موضوع الطقس الجوي، إذا الطقس الجوي هو للطائرات الثلاثة وليس لطائرة واحدة. ولا ننسى بأن طائرة الرئيس من المفترض أن تكون أكثر تحصينا من باقي الطائرات التي ترافقه، لكن تسقط طائرة الرئيس أو تختفي طائرة الرئيس، وحتى الطائرات المرافقة لم تستطع تحديد المكان بشكل دقيق، وهذا يجعلنا أن نفضل رواية الاستهداف من قبل أطراف أخرى، سواء كانت مسيرة إسرائيلية أو معارضة هنالك استهدفت هذه الطائرة، لكنها في منطقة وعرة جدا، يستبعد أن تكون هنالك معارضة موجودة في هذه المنطقة وفي هذه الدقة من المعلومة. هذه إذا ما حصل أمرا لطائرة الرئيس الإيراني، بكل تأكيد أن تكون خلف هذه الاستهداف هنالك أغمار صناعية وأيضا مسيرات ودقة في العمل وانتخاب دقيق ما بين الطائرات الثلاثة طيب. لاستهداف لنفترض أن ربما فرضية الاستهداف تبين أنها هي الصحيحة فيما بعد وهي التي تمت بالفعل، هل تعتقد أن إيران ستعترف بسرعة بهذا الموضوع أم ستختار ربما إعطاء صيغة تقول عكس ذلك؟ بالطبع إيران لن تعترف بسرعة في هذا المجال، وأعتقد أنها حتى تستبعد من الاعتراف بأنه حتى إذا كان الحدث واقعي، استبعد بأنه إيران بالفعل تعلن هذا الخبر بأنه الاستهداف أتى من أطراف أخرى، لأن إذا أعلنت إيران هذا الخبر بكل تأكيد بمعنى أن هنالك حرب مباشر واستهداف، لأن استهداف الرئيس
الرئيس البلاد يؤتي إلى حربا شاملة، ولذلك إيران لا تريد الدخول في حرب شاملة، لأن فقدت الرئيس، ولكن إذا ما دخلت بحرب شاملة بكل التأكيد ستفقد النظام، لأن بالنسبة يعني بمعنى آخر لا تريد لأنها لا تستطيع، لأن الحرب لن تكون في صالحها، هل هذا هو المقصود؟ نعم، الحرب ليس في صالحها، ويصبح النظام برمته في يتعرض إلى تهديد، ونعرف أن هناك روايات أنه حفظ النظام من أوجب الواجبات، بمعنى أنه فقدوا الرئيس لكنهم لا يفقدون النظام. الدخول في حرب بكل تأكيد سينهي هذا النظام. نعم، سأعود من جديد للإشارة سيد وجان عبد الرحمن، سأعود من جديد للإشارة إلى آخر المستجدات والأخبار، وأعود إليك لمواصلة النقاش. إذن نشير إلى ما تنشره وكالة رويترز في هذه الأثناء، وطبعا وكالة رويترز تتحدث عن نقلا عن مسؤول إيراني بالتحديد، لم تسمه ولكن تقول بناء على حديث أو تصريح مسؤول إيراني، رويترز تقول أن حياة الرئيس الإيراني وحياة الوفد المرافق له بخطر، وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم وسط الضباب. ونفس المسؤول الإيراني على ما يبدو قال لرويترز أيضا أن هناك تفاؤلا في إيران، لكن في نفس الوقت يقول أن المعلومات الواردة من موقع الحادث هي معلومات مثيرة للقلق. يعني أعود إليك من جديد سيد وجدان عبد الرحمن، هل تعتقد أن ربما إيران بدأت تدريجيا ربما تقوم بالتمهيد للإعلان عن ربما أي أذى لحق بالرئيس الإيراني والوفد المرافق له في تلك الطائرة؟ استبعد حتى إن كان بالفعل أن الرئيس الإيراني سقطت طائرته وأيضا قتل خلال هذا الحادث، أعتقد سيأخذ بعض الأيام للإعلان عن هذا. ستكون هناك روايات مختلفة، عودنا هذا النظام على التناقض في الروايات، وفي كل الأحداث التي حدثت سابقا كان هنالك تناقض كبير في الروايات. وعلى فكرة ربما عذرا على المقاطعة مرة أخرى، هذا التناقض يبدو حتى فيما أشرت إليه رويترز، يعني هذا المسؤول الإيراني الذي تحدث لرويترز يقول أن هناك تفاؤلا في إيران وأنهم متفائلون، ولكن في نفس الوقت المعلومات مثيرة للقلق، يعني التصريح في حد ذاته ربما متناقض هنا. حتى الآن هم أصلاً غير متأكدين بأنه الطائرة سقطت، بأنه أين الطائرة، هل كان هنا، هذه المعلومة هم حتى الآن لم يحصلوا عليها، فكيف يكون هناك تفاؤل في هذا الخصوص؟ هذا التضارب في التصريحات الإيرانية، المتابع للشأن الإيراني يعرف هذه التناقضات، يعني تجد هنالك رواية من وزارة الداخلية مختلفة تماما عن الخارجية الإيرانية أو عن الإذاعة والتلفزيون، دائما هنالك تضارب في التصريحات. لكن إذا رواية أعتقد أنه الرئيس الإيراني قتل، أعتقد أنها واردة جدا، لأن حتى الآن لا يملكون في النظام أي معلومة عن موضوع طائرة الرئيس، وهي طائرة سمتية عادة، يعني إذا حصل لها خطأ من الصعب جدا هبوط الطائرة. لذلك أعتقد أنه مقتل الرئيس والوفد المرافق له وارد بشكل كبير، خاصة في ظل تصريحات وزير الداخلية الإيرانية، كانت تصريحات مضطربة، وكان في من نبرة الصوت يبين بأنه بالفعل هنالك أمرا ما حدث للرئيس الإيراني، لكن لا يريدون الإعلان عن هذا الموضوع. لكن إذا الرئيس الإيراني قتل، أعتقد أنهم يتريثون لحين يعني ترتيب الأمور الداخلية. طيب إذا افترضنا أن ربما أن هذا الأمر يقف وراءه استهداف، هذا الحادث يقف وراءه استهداف إسرائيلي، ربما لنفترض ذلك، لنقول إنهم بدأوا في البداية بالقنصلية الإيرانية في دمشق، ثم انتقلوا الآن إلى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، يعني الموضوع في تصاعد، يعني ما هي المرحلة المقبلة التي قد تذهب إليها إسرائيل إن صحت هذه الفرضيات طبعا؟
أعتقد أنه رواية إيران بأنه إسرائيل تريد جر إيران لحرب، إذا كانت هذه الرواية صحيحة ولو نعرف تماما بأنه بكل تأكيد حتى إذا كانت إسرائيل خلف هذه العملية لا توجد هناك أي أدلة تثبت بأنه إسرائيل خلف هذه العملية، ولذلك لا يمكن إدانة إسرائيل بشكل مباشر في هذا الاستهداف. ونعرف بأنه إسرائيل هي دائما لم تعلن عن العمليات، حتى المبنى المجاور للسفارة الإيرانية عندما تم استهدافه، والكل يعرف أنه تم استهدافه بطائرات من طراز F-35 وبست صواريخ، لكن إسرائيل لم تعلن بأنها هي خلفه، وحتى في مجلس الأمن لم تدان إسرائيل لأنها لم تعترف باستهداف القنصلية بشكل مباشر، ولذلك يمكن لها التملص من الاتهامات. لذلك إذا تم استهداف الرئيس الإيراني وهو استهداف داخل الأراضي الإيرانية، أعتقد أنه إسرائيل لديها إمكانية، وإيران يعرفون بأنه إسرائيل تريد جرهم إلى حرب، وأعتقد إيران تتجنب هذا الموضوع. إسرائيل استهدفت القائد الكبير في الحرس الثوري في فيلق القدس الإيراني، وهو يدير المعارك في لبنان وسوريا. كانوا يعتقدون بأن إيران سيكون هنالك ردا إيراني يستوجب ردا إسرائيليا قويا، ولم يحدث هذا. ولا نستبعد، نحن ما نشير إليه هو في ظل التحليلات، قد يكون هذه المرة تم استهداف الرئيس الإيراني لجر إيران إلى الواجهة، لأن إسرائيل تعرضت إلى تهديد لأمنها القومي من قبل إيران بشكل مباشر، بحيث أطلقت الصواريخ واستهدفت الأراضي الإسرائيلية، وأيضا تمويل جماعات تهدد الأمن الإسرائيلي حسب تصريحات من كان في حزب الله أو جماعات الفلسطينية مثل الجهاد وحماس، أو حتى الفصائل العراقية التي بدأت تطلق صواريخها من داخل العراق لاستهداف إسرائيل. وأيضا لا ننسى الميليشيات الحوثية التي بدأت تهدد أمن الملاحة واستهداف الموانئ الإسرائيلية. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من لندن، سيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشؤون الإيرانية.